عم نطلع عليكم اليوم من خلال برنامج Property Yours لنعرض آخر العقارات الموجودة بلبنان. إذا كنتوا بترغبوا بشقة سكنية، مكتب أو فيلا، ما قلكم لتابعوا الحلقة، خليكم معنا. أبتاون بادارو مجمع سكني وتجاري، موقعه بأبرز نقطة ببادارو، بمنطقة هادية وبنفس الوقت عنده أكسس سهل. بيتميز بقربه من المتحف الوطني، المدارس، الجامعات، المستشفيات وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. مؤلف من 3 أبنية، 2 للسكن ومبنى مخصص للمكاتب، بالإضافة لأقسام تجارية. العدد المتبقي للبيع 7 شقق سكنية بين 184 و218 متر مربع، 3 مكاتب بين 117 و180 متر مربع، و3 أقسام تجارية بين 207 و254 متر مربع. Underground floor مخصص للباركينج والستورج. اسم المكاتب والشقق تابع لإله 2 باركينج سبوتس، أما الأقسام التجارية تابع لإلهم 5 باركينج سبوتس. بيتميز المشروع بمساحات خضراء، مالتي بيربس هول، جيم وتشيلدرنز بلاي روم، ومجهز بسولر سيستم اي سي يونتس وهيتينج سيستم. أبتاون بادارو مشروع بيتمتع بمودرن ديزاين ومواصفات عالية بالعمار، بالإضافة لسكيورتي 24/24، حالياً بآخر مراحل الكونستراكشن والتسليم بآخر 2018. جي تاورز بالأشرفية، بروجكت سكني موقعه استراتيجي كاشف على فيو البحر والمدينة، مشروع جاهز للسكن ومؤلف من 100 شقة، 4 بلوكس وعدد الطوابق بين 14 و21 طابق، و6 مساحات مختلفة للشقق بتتراوح بين 145، 176 و262 متر مربع. دوبلكس واحد بآخر طابق من كل بلوك، معروف تيراس وبانوراميك فيو. 50% من المشروع أفيلبل للبيع والشقق بمساحات مختلفة، بالإضافة لجيم مشترك وبرايفت اندور بول. من أبرز السبيسيفيكيشنز، دبل وولز ودبل جليزينج، سيكوريتي مأمنة، وبالداخل رخام إيطالي، باركي ماسيف، كيتشن وباثرومز أوروبية، بالإضافة لفول سيلينج ولايتينج ديزاين. جي تاورز بالأشرفية بروجكت سكني آمن، مع 4 أكسس مختلفين من الطريق العام وقريب من أهم مراكز التجارة والخدمات. 4 هاي أند بلوكس جاهزين للسكن، بالإضافة للأندرغراوند فلورز للباركينج بكل بلوك. أبارتمنتس على شكل فيلا للبيع داخل ريزيدنشال كومباوند، بيمتد على مساحة أرض 5500 متر مربع بمنطقة غابة الشبانية. موقعها بعيد 40 دقيقة عن بيروت وعلى ارتفاع 850 متر من سطح البحر، مع فيو خضار وشجر. مؤلف المشروع من 5 بلوكس على شكل فيلا. كل فيلا مقسمة لـ3 أبارتمنتس كبار مساحتهم 240 متر مربع، أو 6 أصغر مساحتهم 120 متر مربع. أبارتمنتس الجراوند فلور تابع لإلهم برايفت جاردن بمساحة 200 متر مربع للشقق الصغيرة و400 متر مربع للشقق الكبيرة. من أهم المواصفات، مدخل خاص لكل بلوك، دبل وولز ودبل جليزينج، وهاي اند انتيريورز ممكن يتعدلوا حسب الطلب. جيتد بروجكت امن، سيكيورتي 24/24، بالاضافه لمينتننس تيم وباركينج مامن، اما التسليم بربيع 2018 وابارتمنت ستارتنج $160,000.
تايتانيوم ريزيدنشال بروجكت ببرايم لوكيشن ببيروت تحديدا بعين التينه، مؤلف من 2 بلوكس وكل بلوك من 22 طابق، مودرن وهاي اند ديزاين بالداخل والخارج. ابارتمنت وحده بكل طابق والمساحات 290 و 340 متر مربع، وبنت هاوس 1020 متر مربع مميز باخر طابق. 15 ابارتمنت افيلبل للبيع، وفيو ما بينحجب على المدينه من جميع الطوابق، وابتداء من الطابق 11 فيو على البحر. كل البدرومز ماستر، هاي اند كيتشنز مع توب كوردز وباثرومز اوروبيه، بالاضافه لاي سي وسنترال هيتين. 6 اليفيترز بكل بلوك. انترنس فخم وخاص لكل بلوك وخدمات عديده مامنه. 3000 متر مربع مساحة خضراء، واثنين سويمينج بولز عندهم دايركت اكسس لاثنين جيم. تايتانيوم بعين التينه مشروع سكني فخم، 2 تاورز وخدمات عديده مامنه، بالاضافه لسكيورتي وثلاثه اندرجراوند فلورز للباركينج. زاد الاهتمام بالقطاع العقاري بمصر بعد دخول الدولة كلاعب رئيسي من خلال مشاريع الإسكان الاجتماعي، واللي تطورت لاحقا بالدولة اللي بيبلغ تعدادها أكثر من 90 مليون إلى مبادرات إسكان متوسط وفوق المتوسط لتنافس فيه القطاع الخاص. ويعني دخول الدولة بالقطاع العقاري بهالشكل إعادة تقييم بعض الأراضي والوحدات السكنية بشكل أسرع مما كان عليه من قبل، حتى أنه شركات القطاع الخاص العاملة بالقطاع بدأت بزيادة الحفاظ على أراضيها. هيدي كانت حلقتنا لليوم، رسونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك، ومتفي.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على الموعد.